بدوره أكد فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة على نشر السلام الدائم ووقف الحرب في غزة وإيجاد الحلول السريعة لوقف الحرب في القطاع. هذا وثمن رئيس جمهورية القمر المتحدة جهود الأمين العام للأمم المتحدة ودوره الإنساني لحل القضية الفلسطينية. أغتنم هذا الفرصة لأقدم الشكر والتقدير لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على نضاله الدائم والمستمر من أجل السلام والأمن في فلسطين وعلى دعمه لإنشاء دولة فلسطين إلى جانب إسرائيل. ولهذا أما بالنسبة للدول العربية الشقيقة في النزاع فواجبنا أن نتعمق في البحث عن حلول الكات الإصلاحات ونحث المتحاربين على إنتاء الأفضلية للحوار لتحقيق السلام والأمان الدائم في تلك الدول